بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء، أرجو من الله أن تكونوا جميعا بخير. تحدثنا في اللقاء السابق عن آلية حساب الريسك فور أني تايب أوف ميوتنت أليل في أي نوع من أنواع البوبوليشن بناء على قاعدة أساسية سميت بقاعدة الهارد وينبرغ إكواليبريم. اليوم سوف نكمل في هذه القاعدة ونتعرف على العوامل التي تؤثر على هذه القاعدة وتجعلها غير صالحة للاستخدام. Several factors can be distribute hard Weinberg equilibrium either by influencing the distribution of the gene in the population or by the alteration of the gene frequency. يعني هذه العوامل قد تؤثر على هذه القاعدة إما من خلال التأثير على معدل توزيع الجينات في المجتمع أو من خلال تغيير الفريكوانسي ريت of the gene سواء كان الميوتنت جين أو نورمال جين. طيب شو هي هذه العوامل؟ تقسم إلى 5 عوامل. العامل الأول يسمى non-random meeting وهو الزواج الغير عشوائي أو الاتصال الغير عشوائي والذي يكون قائم على معايير معينة وحنتكلم عنها. mutation, selection, small population according to the size and gene migration انتقال الجينات وهجرة الجينات. دعونا نتناول كل واحدة من هذه العوامل على حدة ونبدأ بالنون-random meeting. المقصود بالنون-random meeting هو انه في ميل وفي ميل يرغب بالزواج ولكن بناء على أسس معينة وشروط معينة. طبعا كل ما كان الزواج فيه نوع من أنواع الراندملي العشوائية كل ما كان الريسك للميوتنت الليل وجوده أو تناقله بقل. طب كيف بصير عندي non-random meeting يعمل على اختلال هذه الإكواليبريم؟ mean that meet selection is influenced by phenotype difference based on the underlying genotype difference. بناء على ذلك إنه أنا في عندي ميل، هذا الميل عنده صفات معينة لشريكة حياته، فبناء على هذه الصفات يبدأ باختيار الجزء الآخر أو المكمل الخاص فيه أو الطرف الثاني. هذه الصفات قد تكون من هذه الصفات مثال على ذلك الحصول على شخص أو بارتنر خالي من الأمراض الوراثية التي قد تكون موجودة عند هذا الميل، أو بعضهم بيقوم باختيار البارتنر يحمل نفس المرض الوراثي علشان يكون في نوع من أنواع التكافؤ. هذه بنسميها non-random meeting إنه في اتصال وفي تزاوج وفي اختيار ولكن بناء على شروط معينة تخرج من قائمة ومن نطاق ومن إطار العشوائية في الاختيار. والمقصود بالعشوائية هي عبارة المقصود فيها مش العشوائية كصفة، لا، العشوائية التي تكون غير مبنية على ضوابط أو غير مبنية على صفات. هذا المقصود بالنون-random meeting. Non-random meeting can lead to increase the frequency of affected homozygote. على سبيل المثال لو أنا في عندي إنسان مصاب بالصمم دائما بلاقيهم يميلوا إلى التزاوج مع شخص مصاب بالصمم آخر علشان يكون في عندي نوع من أنواع التكافؤ والتفاهم. هذا التزاوج اللي خلى من العشوائية في الاختيار أدى إلى زيادة معدل وجود الهوموزايجوت أو الديفكت جين بشكل الهوموزايجوت في المجتمع. طيب كيف بصير هذه العملية؟ من خلال طريقتين. الطريقة الأولى بتصير عن طريق حاجة بنسميها assortative والطريقة الثانية بنسميها consanguinity أي تزاوج الأقارب أو زواج الأقارب. assortative meeting تعود إلى positive assortative meeting or homogym بمعنى آخر إنه بيقوم باختيار الشخص الآخر بناء على مواصفات معينة قريبة من مواصفاته. فهذا التزاوج وناتج هذا التزاوج يؤدي إلى زيادة معدل حدوث وظهور الهوموزايجوت أو جيل جديد يحمل التو كوبي from the same gene، فبالتالي بتزيد معدل الهوموزايجوسيتي على حساب الهيتيروزايجوسيتي. طالما أنا في عندي هومو فوتو أو هومو بيكتشر أو هومو فينوتايب بتزيد أو هوموجينوتايب بتزيد، في مقابلها الهيتيروزايجوسيتي حتقل. This is
tendency for a human beginning to choose partner who share the same characteristics such as high, intelligent, native language, race. يعني بمعنى آخر إن هناك بعض البارتنر بيتم اختيار بعضهم البعض بناء على صفات معينة، إنهم يكونوا من نفس الطبقة، من نفس الطبقة الاجتماعية، من نفس الديانة، من نفس اللغة، من نفس الطول، من نفس المستوى العقلي، من نفس المستوى التعليمي، من نفس العرق. هذا يسمى البوزيتيف اسورتيف ميتينج، يعني زواج يحدث بناء على شروط معينة وبناء على صفات معينة. هذا الاسورتيف ميتينج يؤدي إلى زيادة معدل ظهور الديفكت إذا كان في حالة الهوموزايجوت، إذا كان كلاهم يحمل نفس الديفكت ميوتانت الليل، ويؤدي في نفس اللحظة إلى نقصان معدل ظهور الهيتيروزايجوسيتي. في بعض الناس على سبيل المثال عندهم نوع من أنواع الديفكت يطلق عليه أوتوزومال ريسيسيف ديفنس، عندهم مشكلة في السمع، يميلوا إلى الزواج من بعضهم البعض، فهذا يؤدي إلى زيادة معدل ظهور أشخاص مصابين ببطء السمع أو فقدان السمع أو اختلال في عملية السمع في المجتمع. هذا بنسميها assortative meeting. The positive assortative meeting led to increase the rate of homozygote genotype against heterozygote genotype. من ناحية طبية هذا الموضوع غير مقبول، لأنه بكلف الدولة أعباء كبيرة جدا من حيث الرعاية ومن حيث المتابعة الصحية. أيضا في المقابل هناك بعض البارتنر يتزاوجوا فيما بينهم، وخاصة إذا كانوا عندهم دوارفيزم، دوارفيزم يعني القزم أو التقزم، أو عندهم بليندس، ناس بتلاقي أعمى بتزوج عمياء على سبيل المثال، أو فاقد البصر بتزوج فاقدة البصر، فاقد السمع بتزوج فاقدة السمع، اللي عندهم قصر في القامة بتزوج عنده قصر في القامة. هذا الأمر غير منطقي وغير مطلوب، لأنه بيعمل على اختلال معدل ونسبة وتكرار وظهور لميوتانت الليل في المجتمع، فبيؤدي إلى زيادة فرصة ظهور الهومو عن الهيتيرو. في بعض الأحيان for example على سبيل المثال in the case of two partner have achondroplasia of spring homozygote for the achondroplasia gene have severe lethal from the dwarfism. بعض الأحيان بصير عندي ذكر دوارفيزم مشخص تزوج من أنثى دوارفيزم أدى إلى إنجاب أطفال، ولكن هذه الأطفال أنجبوا إما متوفيين أو لا يصلوا إلى السن المطلوب، لأنه السيفيريتي تبع الدوارفيزم بتكون عالية جدا، لأنهم ولدوا على شكل أوتوزوما، ولدوا على شكل هوموزايجوت، هوموزايجوت خاصة إذا كان هذا المرض من أنواع الأوتوزومال دوميننت ديس أوردر، فبيؤدي إلى وفاة الأجنة أو وجودهم على قيد الحياة. وإن يولدوا أحياء السيفيريتي بتكون عالية، مع تقدم العمر بتزيد الأعراض وبتزيد الكومبليكيشن، فبيؤدي إلى الوفاة بعد فترة زمنية. Also the long term population affected of his kind of positive assortative meeting on disease gene frequency in insignificant a specific family may find itself at very high genetic risk. ايضا من ناحيه عدم وفاه الاطفال او انه ينجب اطفال عندهم السيفيريتي عاليه جدا، بلاقي لو استمر هذا النوع من انواع البوزيتيف اسورتيف لفتره زمنيه طويله ولاجيال متعاقبه، هذا بيخلي عائلات معينه بيكون عندهم الريسك فاكتور لظهور هذا المرض اكثر بكثير من عائلات اخرى، حتى لو تزاوج بشكل مختلف او حتى لو تزاوج من خارج العائله، ولكن ما زال عنده الميوتانت الليل موجود، عنده احتماليه ظهور وانجاب اطفال مصابين بهذا المرض. فعلشان يغير الريسك فاكتور ويغير البروبابيليتي بده اجيال متعاقبه تتزوج من خارج إطار العائلة المصابة بهذا المرض، علشان يعمل تجديد للنسل، تجديد للنسل ويندمج مع المجتمع بشكل كبير جدا، ويعمل ملاشاة لوجود الهوموزايجوسيتي المتعلقة بهذا المرض الناتج عن البوزيتيف أسورتيف ميتينج. الكونسنجوينيتي بنفس الطريقة، زواج الأقارب في عائلة معينة بكون عندهم مرض الثلاسيميا على سبيل المثال أو الأنيميا، فبتزوجوا مع بعضهم البعض،
لا يميل إلى التزاوج من خارج العائلة، فتبقى هذا المرض متجسر ومتأصل في العائلة، لا ينتهي إلا بعد أجيال متعاقبة تتزاوج من خارج هذه العائلة وتتزاوج من أناس سالمين. أفضل مثال على هذا النوع من أنواع الكون سانجوينيتي هو عبارة عن مرض يوجد في اليهود الأشكناز الذين يقطنون شمال أمريكا. عندهم نوع من الميوتنت الليل يسبب مرض اسمه تايشاسي ديزيز. هذا المرض له علاقة بالمسل سيل، ولكن متأصل في هذا النوع من أنواع اليهود، وذلك لأنهم يميلوا إلى الزواج من نفس العائلة، من نفس الديانة، من نفس القبيلة، لا يميلوا إلى التزاوج من خارج عرقهم، فبالتالي بتلاقي المرض موجود. فوجدوا أن معدل وجود هذا المرض في اليهود الأشكناز أكبر من أي population بمقدار 100 مرة. فوجدوا أن المرض واحد لكل 360 فرد، بينما في النورمال بوبوليشن واحد لكل 360 ألف فرد. واحد لكل 3600 فرد في اليهود الأشكناز بيظهر هذا المرض، ولكن واحد من كل 360 ألف فرد ممكن يظهر هذا المرض اللي اسمه التاي. الناس المصابين بالتاي ديسوردر الفريكوانسي الخاصة بالكارير، الإصابة واحد لكل 3600، بينما في الأذر بوبوليشن واحد لكل 360 ألف. طب بالنسبة للكارير في اليهود الأشكناز حوالي 30 1 in 30، واحد لكل 30 شخص بكل كارير، بينما في النورمال بوبوليشن واحد لكل 300. إذا عرفنا معدل وجود هذا المرض في اليهود الأشكناز إذا كان ديفكت، ومعدل ظهوره إذا كان كارير. إذا كان كارير واحد لكل 30 شخص يكون واحد فيهم كارير، أما في الأذر بوبوليشن يكون واحد كارير لكل 300 شخص، لكل 300 شخص. هذا المرض مشكلته أنه بصير عندي ديفيشانسي أور أبسنت، وفي معظم الدراسات قالت بصير عندي أبسنت في الإنزيم المسؤول عن تكسير الفات سبستانت. فطالما الإنزيم مش موجود الفات سبستانت، وخاصة التي تعرف باسم الجانجليوسايديز، يتبدأ بالترسب والبناء، فتصل إلى حد سام جدا، very toxic level. تتراكم المشكلة وين؟ تتراكم في البرين، فبالتالي تفقد البرين قدرته، تفقد البرين وظيفته، تفقد البرين العمل بقوم فيه، تتراكم في النيرف سيل، فبالتالي هناك مشكلة تحدث في عملية البروجريسيف في الاكشن والرياكشن في المسلز كونتراكشن. يفقد هذا الشخص المصاب بهذا المرض تحكمه في العضلات، العضلات ما بتتحرك بالشكل المطلوب وبالكلفية المطلوبة وبالرتم المطلوب، فبالتالي ممكن يتعرض إلى البلندس العمى أو الشلل أو يؤدي إلى الوفاة. طب شو دخل العضلات في البلندس العمى؟ لأنه العضلات قزحية العين وبوب العين يتحكم فيه عضلات موجودة في الجمجمة. فهذا النوع من أنواع الأمراض الذي يحدث بسبب ترسب الدهون في النيرف سيل والبرين يفقد العضلات أي كانت وظيفتها وقدرتها على العمل. هذا الديزيز هو فقدان إنزيم مهم مسؤول عن تكسير الفات سبستانت. النوع الثاني من أنواع التي تؤدي إلى اختلال هذه الإكواليبريم الاستراتيفيكيشن، أي الطبقية. هناك نوع وأنواع مختلفة من الطبقية، زي بتلاقي عند الهنود في عند السيخ والمسلمين والهندوس طبقات مختلفة. هذه الطبقات المختلفة ما زالت محافظة على نفسها ومنغلقة على نفسها وتمنع التزاوج خارج هذه الطبقة، سواء كانت طبقات دينية، طبقات عرقية، طبقات اجتماعية، كلها ما زالت موجودة حتى في العصر الحديث، تمنع التزاوج خارج هذه الطبقة، مما يؤدي إلى وجود المرض وتأصله في هذه الطبقة وعدم وزيادة معدل الفريكوانسي الخاص فيه. على سبيل المثال، من أشهر الطبقات الموجودة في الوضع الحالي وفي الوقت الحالي، إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة، هناك مثلا الأمريكان الأفارقة، الأمريكان البيض، الأمريكان الأصليين، الأمريكان الأسيويين، الأمريكان الأسبان.
فهدول طبقات بناء على المكان اللي قدموا منه، تبقى هذه الطبقات منغلقة على بعضها البعض. فبالتالي when meat selection in a population is restricted to member of one particular subgroup within that population, he result for any locus with more than one allele is an excess. إذا والله شخص من مثلا الأفريكان أمريكا حد يتزوج، هيزوج من نفس الطبقة الخاصة فيه، فبالتالي المرض بتلاقيه ينتقل بسهولة، الميوتنت أليل ينتقل بسهولة، يورث بسهولة، معدل ظهوره في هذه الطبقة تزيد. من أجل إخفاض معدل ظهور هذا الميوتنت أليل يجب أن يحدث نوع من أنواع التفكك والتزاوج خارج إطار هذه الطبقة. مثال بسيط بقول لي إنه في عندي population الماينور جروب معدل إصابة ماينور جروب الطبقة القليلة أو المحدودة القليلة من حيث التواجد في البوبيوليشن تقدر 10% من البوبيوليشن. لو أنا قلت الطبقة على سبيل المثال الآسيان الأمريكان آسيان معدلته معدل وجوده في المجتمع الأمريكي 10%، أي بمثله 10% من المجتمع الأمريكي، بيحملوا هدول الناس ميوتنت أليل من نوع أوتوزومال ريسيسيف ديس أوردر، الفريكوانسي اللي تبعه كيو ميني يساوي 0.05. شو يعني كيو ميني 0.05؟ يعني معدل تكراره داخلهم هو عبارة عن 0.05. فبالتالي الريمين ميجوريتي بالنسبة لكل البوبوليشن 90% ما عندهم الميوتنت أليل، لأنهم ما تزوجوا منهم، لأنه التزاوج تزاوج مغلق ضمن الطبقة. An example for adjust such a station of American or African-American population of USA and the mutant allele for beta-globulin locus responsible for sickle cell anemia, for sickle cell disease. ولنفرض إنه هدول الناس الأفريكان-أمريكان أو الأفارقة الأمريكيين معدل حدوث عندهم الميوتنت أليل أو الفريكوانسي بتاع الميوتنت أليل هو اللي سميناه 0.05. طب لما نحسب الفريكوانسي فور ديزيز قليل قديش في التوتال بوبوليشن، بدنا نقول قديش معدل حدوثه داخل هذه السب جروب 0.05، معدل السب جروب بالنسبه للبوبوليشن 10. اذا بنقول الكيو بالنسبه للبوبوليشن بيساوي 0.05 على 10. الفريكوانسي تبعت الميوتنت قليل الخاص بالسب جروب على قديش كمية السب جروب من التوتال بوبيوليشن 10، فبتصير 0.05 على 10 تطلع 0.005. بناء على القاعدة اللي سميت هارد وينبيرج لو بيقول لي الفريكوانسي فور ديزيز ان توتال بوبيوليشن ان هول بوبيوليشن بيساوي كيو تربيع، فربع هذا الرقم اللي هو 5005 تربيعه 000025، وهذا هو معدل حدوث لميوتنت أليل أو لفريكوانسي أو في ميوتنت أليل للناس المصابة بالبيتا جلوبيولين ميوتيشن أو ميوتيشن في البيتا جلوبيولين إذا كان بيعيشوا في المجتمع الأمريكي، وهذا الميوتنت أليل يختص بالأفريكان أمريكان اللي معدل وجوده في المجتمع 10%، ومعدل وجود لفريكوانسي ميوتنت أليل الخاص بالبيتا جلوبيولين المسبب للسيكل سيل ديزيز يقدر ب 0.05. طيب تصور لو اختلفت هذه النسب زادت او قلت، اكيد معدل ظهور الميوتنت الليل في المجتمع هتزيد او تقل بناء على نوع الاختلاف ونوع الزياده او النقصان. If however المجموعه السب جروب الصغيره هذه تزاوجت nearly exclusive with other member، تزاوجت مع ناس ثانيه of the majority group، يعني صار عندي في نوع من أنواع التزاوج، then the frequency of the affected individual in the minority group will be Q تربيع تساوي 0.0025. طبعا كيف حسبها؟ قال ببساطة جدا إنه أنا عندي 0.05 الخاصة بالمجموعة المغلقة الصغيرة. طب هذه 0.05 لو أنا حسبتها بالنسبة للpopulation هتكون 0.005، إذا كانت عبارة عن شو؟ عبارة عن هومو. الهومو يعني كيو تربيع، الكيو الواحدة 0.05، الكيو تربيع 0.0025. بسبب
إنه المجموعة الصغيرة تقدر بعشر البوبوليشن، يعني 1/10 من البوبوليشن، فالفريكوانسي اوف ديزيز بالنسبة للتوتال هيكون 0.0025/10، ويقدر ب 0.0025، يعني 10 أضعاف tenfolder higher than the would be expected from applying Hardy-Weinberg law، يعني حوالي 10 أضعاف أكثر من الرقم الذي نحصل عليه عند تطبيق الهارد-وينبرغ لو. هذا بفعل شو؟ بفعل التزاوج داخل المجتمع المغلق وهو السب جروب، والحصول على هوموزايجوت بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. يعني أنا في البداية حسبت الميوتنت الليل فريكوانسلي للسب جروب، بعدين حسبت الميوتنت الليل فريكوانسلي لتوتال بوبوليشن، بعدين قارنته إذا كان هذا الميوتنت الليل نشأ من تزاوج السب جروب مع بعض البعض، يعني تزاوج أفراد المجموعة القليلة مع بعض البعض دون الاختلاط مع المجتمع. فلقيت إنه في الأصل بيكون على سبيل المثال 0.00025 أصبح 0.00025، يعني تزاوجهم فيما بينهم يؤدي إلى زيادة معدل حدوث ومعدل تكرار الهوموزايجوت الذي يحمل الميوتنت الليل مقدار 10 مرات إن حدث التزاوج خارج هذه الجروب. شفت الفرق وين؟ تزاوج الجروب مع بعضهم البعض قديش بيعطيني معدل 0.00025، تزاوجهم مع الأذر بوبوليشن بيؤدي إلى تناقص بمعدل يؤدي إلى تناقص بمعدل 0.00025. هذا الفرق ما بين التزاوج من نفس البوبوليشن أو من نفس السب جروب والتزاوج مع الأذر بوبوليشن، مما يؤدي إلى إنقاص معدل حدوث وظهور الميوتانت الليل داخل البوبوليشن. الميوتيشن تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على الإكواليبريم، وقلنا إنه المبدأ الأساسي للوينبرغ برينسيبل إنه عدم حدوث الميوتيشن. حدوث الميوتيشن تعمل على إحداث خلل في الإكواليبريم يعتمد على طبيعة الميوتيشن. هل الميوتيشن تعمل على زيادة الفريكوانسي أم تعمل على إنقاص الفريكوانسي؟ السيليكشن وهي طريقة من طرق التي تؤثر هذه العملية، وكما أسلفنا إنه السيليكشن تعتبر من الأدوات التي تعمل على تغيير معدل حدوث الميوتنت الليل، وذلك بناء على طريقة الاختيار. هل أنا بختار positive selection ولا negative selection؟ positive selection يعني أنا بدي أختار شخص مغاير إلي في الصفات، سواء كان في الصفات العقلية أو الصفات الجسدية، في لون البشرة أو لون العيون، أو حدوث المرض أو عدم حدوث المرض. هذا نسميه positive selection إذا أنا اخترت إنسان معاكس إلي، فبالتالي الفريكوانسي حيقل للميوتنت الليل. تصور لو أنت عملت selection negative selection، يعني الناس اللي عندهم deafness اختاروا ناس عندهم deafness، الناس اللي عندهم dwarfism اختاروا ناس عندهم dwarfism، فهذا بيأثر على المجتمع ككل، بيعمل على زيادة معدل الفريكوانسي الخاصة بالميوتنت الليل، مما يؤدي إلى تجذر بعض المشاكل الوراثية والأمراض الوراثية في عائلات معينة، وهذا يؤدي إلى اختلال بمعادلة الهارد-وينبرغ إكواليبريم إذا طبقتها على المجتمع بتكون غير صالحة. السمول بوبوليشن، كل ما كان البوبوليشن لارج كل ما كان فرصة تطبيق هذه المعادلة أسهل، ما في بايس في تطبيقها، بينما كل ما كان الجينو البوبوليشن سمول كل ما كان في انحرافات أكثر في تطبيق هذه المعادلة. النوع الأخير أو الحاجات الثانية اللي بتأثر حاجة بنسميها الفاوندر أفكت. شو يعني الفاوندر أفكت؟ إنه أنا عندي population بتكون من مليون، فجأة مجموعة تقدر بربع مليون انفصلت عن هذه population وأصبحت لوحدها، إلها مكان تسكن فيه، إلها عادات وتقاليد وأحكام وتشريع خاصة فيها، حتى التزاوج تتعلق فيما بينهم ويتم فيما بينهم. فهذا معناه إنه the frequency of mutant allele appeared حيزيد، ولكن يبقى الأمر ضمن الإطار المسموح فيه. عشان كده بقول لي is a special form of genetic drift، يعني في عندي shifting، shift ودrift. drift shift يعني إزاحة، drift يعني نوع من أنواع التغيير. when the small subgroup or subpopulation break off from a large population، في أنا عندي 250 ألف انقسموا عن المليون
وهو التوتال بوبيوليشن، وعاشوا لوحدهم بأحكامهم بأعرافهم بتقاليدهم. The new group by chance may not have the same gene frequency as the parent group. هيكون عندهم الفريكوانسي القليل أو الريت اوف فريكوانسي القليل يختلف عن النورمال بوبيوليشن، لأنه صار في عندهم نوع من أنواع الانغلاق. فلو أنا عندي على سبيل المثال هذا البوبيوليشن بتكون من 23 شخص، معدل الإصابة 4 من كل 23 ميوتنت و19 نورمال، إذا المعدل الفريكوانسي 0.17. لو أنا انفصلوا من 23 4 هيكون عندي 1 مصاب و3 سالمين، ولكن الفريكوانسي لقيته بيختلف، صار عندي الربع بعد ما كان أقل من الربع 1.7 صار 2.25 يعني الربع. لو أنا انفصل من مثلا 23 انفصل منهم 23 انفصل منهم 21، العدد زاد، عدد المنفصلين زاد، عندي لقيت 7 مصابين 14 سلامين، ولكن معدل الإصابة أصبحت 0.333 يعني أكثر من بكثير في حالة الـ original population. يعني لو أنا قارنته بالـ original population هلاقي الفريكوانسي لظهور الميوتنت قليل بيزيد، وهذا المقصود بالعامل الذي يؤثر على معادلة الوينبير كوليبريام، عملية الدريفتينج، وهي انقسام مجموعة من المجتمع الأصلي وتبقى مستقلة بحد ذاتها بقوانينها بشعائرها بدستورها. فبالتالي يصير عندي الفريكوانسي القليل للميوتنت القليل بيزيد بشكل ملحوظ. الجين فولو أو ميجريشن، ببساطة جدا أنا عندي مجتمع متكامل، فجأة مجموعة من الناس هاجروا من مكان إلى آخر، هدول الناس بيحملوا صفة معينة قد تكون صفة مرضية غير معلومة، أصبحوا يتزاوجوا من الأفراد الموجودين في المجتمع الجديد اللي وصلوا عليه، فأصبحت الطفرة أو أصبح المرض يبدأ بالانتشار. هذا اللي بنسميه جين مايجريشن، يعني هجرة الجينات. وأبسط مثال عليها، فبالتالي معناه أنه في عندي الفريكوانسي اوف ميوتنت قليل هيبدأ يزيد تدريجيا بعد ما كان الفريكوانسي القليل أو الميوتيشن أو الفريكوانسي اوف ميوتنت قليل زيرو في المجتمع المهاجر إليه. أبسط مثال على هذا الموضوع، بعض الناس اللي كانت تقطن آسيا كانوا بيحملوا بلاد جروب بي، انتقلوا إلى مناطق مختلفة من دول العالم وبدأوا يندمجوا مع هذا العالم ومع الناس التي تسكن هذه المناطق ويتزوجوا منها، فأصبحت تظهر البلاد جروب في هذه المجتمعات اللي هي عبارة عن بلاد جروب بي بعد أن كانت غير موجودة في هذا المجتمع. هذا مثال بسيط على الجين فولو أو الجين ميجريشن. طيب سؤالي مهم تاني، بقول لي why are some genetic disorder more common than other؟ ليش هناك بعض الديسوردر أو الجينيتيك ديسوردر بتكون أكثر تواجدا من ديسوردر أخرى، رغم إنه ديسوردر أخرى ممكن تكون السيفيريتي تبعتها أعلى وفرصة وجودها أعلى؟ ثلاث أسباب أساسية. السمول بوبوليشن، إنه هذه الديسوردر ظهرت في سمول بوبوليشن وظلت موجودة فيه، السمول بوبوليشن ما اندمج وما انخرط مع أذر بوبوليشن، فبالتالي بلاقي الريسك والفريكوانسي العالي جدا. هاي سبب. هذا الانغلاق إما بيكون بسبب ديني أو بسبب عرقي أو بسبب جغرافي. بعض الأحيان بتلاقي بعض الناس تسكن في منطقة واحدة لا تغادرها بسبب الموقع الجغرافي الخاصة فيها. الشغلة الثانية large population. For example عندي autosomal disorder. الautosomal disorder المفروض لو أنا عندي small population يظهر بشكل كبير جدا، ولكن أنا عندي large population فالautosomal recessive disorder بيذوب مع اللارج بوبوليشن، ما بيظهر بنفس الصورة اللي بيظهر لو كان أنا عندي البوبوليشن المصاب small population. فبالتالي when autosomal recessive disorder resulting in reducing fitness in affected homozygous has higher incidence in large population, the explanation is presumed to lie there either a very high mutation. يعني بقول لي ببساطة جدا autosomal recessive المفروض يظهر أكثر في الـ large population. ليش ظهر في الـ small population؟ ليش ظهر في الـ large population؟ التفسير الوحيد إنه صار في mutation جديدة دفعت إلى تدعيم ظهور الـ autosomal recessive disorder في هذا المجتمع الذي يعتبر large population. ففي الأصل
التوزومال ريسيسيف ديس اوردر يكون فرصه ظهوره في السمول بوبيليشن اكتر. طب ليه بيظهر في اللارج بوبيليشن؟ لانه صار في عندي ميوتيشن ادت الى تدعيم ظهور هذا النوع من انواع الديس اوردر حتى لو كان على شكل هيتيرو زايجوت ادفانتج. فينا حاجه تانية بنسميها جينيتك بوليمورفيزم، والبوليمورفيزم له شابتر خاص هنتكلم فيه. ببساطه جدا هو عباره عن تغير في سنجل نيوكليوتايد، كانت تي صارت A فادت عند ترجمتها الى اعطاء حمض اميني جديد. هذا الحمض الاميني الجديد ادى الى تكوين نيو بروتين نون فانكشنال، فبالتالي ادى الى اخفاء صفه يجب ان تظهر، اثر على الماتوريشن، اثر على الديفلوبمنت، اثر على الانتليجنت زي الهانتنجتون ديزيز على سبيل المثال. وقيس عليه، تصور لو كان البوليمورفيزم ادى الى تغير وان نيوكليوتايد باذر نيوكليوتايد وادت الى تكوين ايرل ستوب كودون زي ما اخذنا في البيولوجيا الجزيئيه ماذا يعرف بتكوين ايرلي ستوب كودون، معناه انه ما في عند البروتين حيتكون، معناه الصفه التي ترتبط بهذا البروتين لن تظهر. بوليمورفيزم is the occurrence of population of two more genetically determined from allele sequence variant. ممكن يحدث على صعيد sequence بتغيير one nucleotide على صعيد الاليل، وهو موقع الاليل وهو different form of the same gene. قد يطلق عليه single nucleotide polymorphism، قد يطلق عليه allele polymorphism، قد يطلق عليه variant polymorphism. By convention a polymorphic locus واللوكس هو موقع الجين is one at which there are at least two allele each with a frequency greater than 1%. Allele with a frequency of less than 1% are referred to rare variant. شو معناها؟ علشان انا اقول انا عندي polymorphism في هذا المجتمع، لو انا بدي احكي على قطاع غزه، قطاع غزه عدد سكانه 2 مليون وشويه، يعني 2 مليون و100 2 مليون و200 ألف نسمة. عشان أقول والله عندهم صار بوليمورفيزم واضح ويؤثر على صفاتهم وقدراتهم، لازم يكون عدد الأشخاص المصابين بالبوليمورفيزم ويظهر عندهم البوليمورفيزم أعلى من 1%. شوف قديش عندي 1% من 2 مليون و 200 ألف شخص. إذا كانت نسبة الناس اللي تملك هذا البوليمورفيزم أقل من 1% فبسميها rare variant، يعني موجود ولكن لا تعتبر صفة سائدة في المجتمع، صفة سائدة في المجتمع. سوف نتوقف عند هذا القدر على أمل أن نلتقي في لقاء جديد ومحاضرة جديدة إن شاء الله.